السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. في منتصف شهر 6 من سنة 2022 حصلت واقعة في مصر واللي هزت كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت لقضية رأي عام. الواقعة كانت صعبة جدا وكانت فريدة من نوعها، وخاصة وإنها تمت على مرأة ومسمع من كل الناس اللي كانت موجودة في الشارع. ومن بداية اللي حصل لنيرة أشرف على إيد محمد عادل، اختلفت الأقاويل ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين مبرر. وعلى مدار سنة كاملة الكل كان بيسأل سؤال واحد: إمتى حق نيرة أشرف هيرجع؟ هل القصاص هيتحقق في محمد عادل؟ والنهاردة الساعة 6 صباحا وبعد تقريبا مرور سنة على اللي حصل لنيرة أشرف على إيد محمد عادل، أخيرا حكم الإعدام اتنفذ. وبرغم من أن حكم الإعدام اتنفذ في محمد عادل، إلا أن في البعض مش مبسوطين نهائي من اللي حصل لمحمد عادل، وشايفين أن الموضوع كان من المفروض يتنفذ بطريقة مختلفة. علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. بتدور أحداث قصتنا حوالين شاب واللي كان اسمه محمد عادل، واللي بيكون وحيد أمه وعنده أختين بنات. ومحمد عادل كان بيعيش في المحلة الكبرى وكان بيدرس في الفرقة الرابعة في جامعة المنصورة في كلية الأداب. والضحية في أحداث قصتنا هي نيرة أشرف، وهي كمان كانت عايشة في المحلة الكبرى وكانت بتدرس في كلية الأداب في جامعة المنصورة. محمد ونيرة كانوا بينتقلوا من المحلة الكبرى للمنصورة عن طريق أوتوبيسات كانت بتوصلهم لحد الجامعة. وفي يوم الواقعة محمد عادل ونيرة كانوا متقابلين في موقف الأوتوبيس علشان يروحوا لجامعتهم، وكان في أوتوبيسين كان من المفترض أن محمد يركب في الأوتوبيس الأول بحكم أنه هو وصل لموقف الأوتوبيس قبل نيرة، ولكنه فضل منتظر نيرة لحد ما توصل وقرر ان هو يركب في الاوتوبيس التاني علشان يكون معاها في نفس الاوتوبيس. بمعنى ان محمد عادل كان متعمد انه يكون في نفس الاوتوبيس اللي هتركب فيه نيرة اشرف. بعض الاقاويل بتقول ان محمد عادل عرض ان هو يدفع الاجرة لنيرة اشرف، ولكنها رفضت، وفي الوقت ده هي رفضت قدام كل اللي كانوا موجودين من زملائهم في الاوتوبيس. وزي ما تقولوا كده ان محمد حس ببعض الاحراج من رفضها. لما كان قاعد في الأوتوبيس محمد بيقول إن نيرة وصديقتها كانوا بيتحكوا مع بعض، وهو اعتبر في الوقت ده إن هما الاتنين كانوا بيتحكوا عليه، في حين إن وارد إن هما بالفعل يكونوا كانوا بيتحكوا عليه، ووارد إن هما يكونوا كانوا بيتكلموا في أي حاجة تانية وبيتحكوا على أي شيء تاني ملوش أي علاقة بمحمد عادل. ولكن في الوقت ده على أي حال محمد قرر إنه ياخد الموضوع بصورة شخصية ويعتبر إن نيرة وصديقتها بيتريقوا عليه. محمد عادل في بعض من اعترافاته في النيابة قال ان هو كان ناوي ينفذ جريمته في الاوتوبيس، وده معناه ان هو كان مبيت النية من الاساس ان هو ينهي حياة نيرة. الموضوع مش قصة انها كانت بتضحك هي وصديقتها وان هو اخد الموضوع بتريقة عليه، واكبر دليل على كده ان هو كان معاه سكينة كبيرة جداً، واللي مستحيل ان اي شخص عادي يتجول بيها وهو رايح لجامعته. في سبق اصرار وترصد من محمد عادل لانهاء حياة نيرة اشرف، وهو كان بيحاول يتكلم معاها في الأوتوبيس يمكن يتراجع عن فكرة إنهاء حياتها، وصدها ليه ورفضها بأن هو يدفع لها أجرة الأوتوبيس. وبعد كده لما كانت بتتكلم مع صديقتها وبيتحكوا مع بعض، محمد عادل في الوقت ده قرر إن هو ينفذ خطته. وبعد ما نيرة نزلت من الأوتوبيس محمد عادل ابتدى إن هو ينزل هو كمان ويمشي وراها. الاتنين في الوقت ده كانوا قدام الجامعة وكان من المفترض إن هما هيدخلوا لجامعتهم. محمد عادل وهو ماشي ورا نيرة هي ما كانتش مدية اخوانا وما كانتش متوقعة ابدا ان هو يعمل فيها اي حاجة، وخاصة ان الشارع كان مزدحم وكان مليان بطلبة الجامعة واللي بكل تأكيد هو مش هيقدر يعمل حاجة قدامهم من وجهة نظر نيرة. ولكن محمد ابتدى ان هو يمسك نيرة ويطعنها في جنبها، وبعد كده ابتدى ان هو يسدد ليها طعنات متتالية. كل ده بيحصل في وسط حالة ذهول من كل اللي كانوا واقفين في المكان واللي ما كانوش مصدقين اللي بيحصل قدام عينيهم. وفي حالة الهستيريا اللي دخل فيها محمد عادل ابتدى ان هو يمسك راس نيرة ويحاول ان هو يفصل الرأس عن الجسد، ولكنه قدر بس ان هو يشق حلقها وبكده يكون انهى حياتها في وسط الشارع حرفيا.
تدخل فرد أمن من أفراد الأمن للجامعة وبدأ إن هو ياخد السلاح من محمد عادل. وفي الوقت ده كل الطلبة اللي كانوا واقفين في المكان مسكوا محمد عادل وإنهالوا عليه بالضرب، ومفيش حد قدر يخلصه من إيديهم إلا أفراد الشرطة واللي أخدوه فورا على النيابة علشان يتم التحقيق معاه. المحزن في الموقف إن في الوقت اللي كان بيحصل فيه كل ده النيرة، الكل كان واقف وما كانش فيه اي حد بيحاول ان هو يدافع عنها. والشيء الاكتر استفزازا ان البعض كانوا مكتفيين بان هما يطلعوا موبايلاتهم ويصوروا الواقع. انا مقدرة وعارفة ان محمد عادل كان معاه سلاح وكان في حالة هستيريا، وان كل واحد بكل تأكيد خايف على نفسه من ان هو يتضر وهو بيحاول يدافع عن نيرة. ولكن الوضع كان صعب جدا، ولو كان فيه اكتر من شخص حاول انه يمنع محمد عادل في الوقت ده، يمكن نيرة ما كانتش انتهت حياتها بالطريقة البشعة دي. وفكرة ان في شخص ينهي حياة بنت على مرأة ومسمع من كل اللي موجودين في الشارع، فكرة مرعبة في حد ذاتها. احنا وصلنا لحد فين؟ ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ مفيش بنت في امان بالشكل ده. اي شخص ممكن ينهي حياة اي بنت لمجرد انها رفضته، او حتى لمجرد انها تتكلم معاه بطريقة مهينة من وجهة نظره. نيرة اشرف بعد وصول الشرطة والاسعاف علشان يحاولوا ينقذوا اي شيء من الموقف، كانت بكل اسف فرقت الحياة. ودلوقتي تعالوا نتعرف مين هي نيرة اشرف، وبأكد ان كل الاحداث اللي انا بذكرها دلوقتي بناء على رواية بعض الاشخاص واللي مقربين من نيرة. اتمنى اني ملاقيش بعض الاتهامات ليا باني بزيف الحقائق. انا مش من مصلحتي ابدا ان انا اقول اي احداث مش حقيقية، انا بس بنقل بعض الاحداث واللي تم ذكرها على لسان بعض الاشخاص المقربين من نيرة. نيرة اشرف بنت جميلة وذكية، وكانت بتدرس في الفرقة الثالثة في كلية الاداب في جامعة المنصورة، وكان طموحة جدا وحلمها بانها تنهي دراستها وتحقق نفسها وتقدر انها تتحصل على وظيفة كانت بتحلم بيها. وما كانش حلمها ابدا انها تتزوج ولا تقعد في البيت، كانت عايزة تحقق ذاتها قبل كل شيء، وبعد كده تقدر تفكر في انها تكون اسرة وبيت. ابوها كان بيحبها جدا، وكان عنده استعداد ان هو يصرف عليها زي ما هي عايزة، بس علشان تتحصل على شهادة تقدر انها تعتمد من خلالها على نفسها. طبعا مش محتاجة ان انا اقول لكم حالة الدمار اللي اسرة نيرة كانت عليها بعد ما سمعوا بالخبر المفجع ونهاية حياة بنتهم بالطريقة البشعة اللي حصلت لها في الشارع. على الجانب الاخر محمد عادل، واللي كان هو كمان زي ما قلت لكم بيعيش في المحلة الكبرى، وكان بيدرس الفرقة الرابعة في كلية الاداب في جامعة المنصورة، ما كانش عنده أصدقاء كتير، وكان زي ما تقولوا كده إنسان في حاله وملوش علاقات متعددة. أبوه متوفي وأمه هي اللي كانت بترعاه هو وإخواته البنات. محمد حتى في بيتهم كان طول الوقت قاعد في غرفة نومه بيذاكر دروسه، وما كانش بيختلط مع إخواته كتير، وهم كانوا مقدرين إن هو بيهتم بدراسته وإن هو كان متفوق جدا دراسيا. كل الأحداث اللي ذكرتها لكم عن محمد كانت قبل ما يقابل نيرة، ولكنه من بعد ما قابل نيرة كل شيء في حياته هيختلف تماما. محمد أول ما تعرف على نيرة كانت في سنة 2020، ومجرد ما شافها تقدروا تقولوا إن هو وقع في حبها من أول نظرة. البعض بيقول إن في علاقة حب نشأت ما بينها وما بين محمد لفترة، وإن هما بعد كده انفصلوا عن بعض، وإن نيرة حست إنها مش مرتاحة في العلاقة ومش حابة إنها تكمل معاه. والبعض الآخر بيقول إن نيرة كانت رافضة الارتباط تماما بمحمد، وكانت في كل مرة بتصده. ولكن بالرغم من رفضها ليه، محمد كان حابب يثبت لها ان هو بالفعل بيحبها وعايز يقرب منها، لدرجة ان هو اتقدم لها اكتر من مرة علشان يثبت لها حسن نيته، وان هو مش بيتسلى بيها ولا بيلعب، وان هو بالفعل بيحبها وعايز يتزوج منها. ومحمد فضل يترفض مرة ورا مرة من ابو وام نيرة في كل مرة كان بيتقدم ليها، وكمان كان بيترفض تماما من نيرة واللي قالت له كده بصريح العبارة في أكتر من مرة إنها مش حابة تكون على أي علاقة بيه. أهل نيرة علشان يأمنوا بنتهم اضطروا في وقت من الأوقات مع تكرار تردد محمد على بيتهم وإن هو كان بيتقدم لها أكتر من مرة، إن هما حرفيا يعملوا له محضر في الاسم. وفي كتير من جيران نيرة شهدوا بإن بالفعل محمد كان بيفتعل مشاكل كتير جدا قدام بيتها، وإن أهلها في كل مرة كانوا بيحاولوا يمنعوه من إن هو يتعرض لبنتهم. ومع تكرار رفض أهل نيرة ونيرة لمحمد ابتدى يتنامى جواه إحساس بالحقد والكره، ويمكن كمان إحساس بإن هو لازم ينتقم من نيرة علشان يعاقبها على رفضها ليه. بيقال إن محمد عادل ابتدى إن هو يرسل رسائل نصية لنيرة واللي كان بيهددها فيها بإن هو هيخطفها أو إن هو هينهي حياتها، ولكن نيرة اعتبرت ان كل الكلام ده كلام في الهوى وطق حنك وهو مش هيعمل اي حاجة من اللي هو بيقولها،
لان محمد ما كانش يبان عليه ابدا ان هو ممكن يعمل تصرف زي ده. اخره ان هو يهدد انما يتصرف كانت فكرة مش واردة ابدا. واستمرت تهديدات محمد عادل لنيرة لدرجة ان اسرتها اضطرت يعملوا له 4 محاضر في مركز الشرطة بعدم التعرض لبنتهم، وكانوا مخليينها ما بتروحش لجامعتها الا بس في فترة الامتحانات، وكل ده علشان تتجنب المقابلة مع محمد عادل وتتجنب ان هو يأذيها باي شكل من الاشكال. ابو نيرة لما وصلوا الخبر كان بيعتقد ان بنته ممكن تكون اتعورت او اتجرحت، او ان محمد بس يكون زقها او وقعها وعلشان كده اتنقلت للمستشفى، وما كانش في خياله ابدا ان هو هيروح يلاقي بنته جسد بلا روح في المشرحة. زوج اخت نيرة واللي بيعمل في الخارج وصلوا الخبر عن طريق وسائل الاعلام لما شاف نيرة اخت زوجته وهي ممددة على الأرض في بركة من الدماء. وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلها بتتداول اسمها وبتتداول اللي حصل لها، كارثة بكل المقاييس، ومفيش أي حد كان يتوقع أن محمد عادل يتصرف كل التصرفات البشعة دي. أول حاجة عملوها لما محمد راح لمركز الشرطة قبل التحقيق معاه، أخدوا منه عينة من دماغه علشان يحللوها، علشان يعرفوا هل هو كان بيتعاطى المخدرات، وهل أثناء فعله للتصرف ده وإنهائه لحياة نيرة هل كان في كامل وعي ولا لأ. ونتيجة التحليل جت بأن محمد كان بالفعل بيتعاطى المخدرات، وأنه كان متعاطي في وقت إنهائه لحياة نيرة عقار واللي بيسمى باسم الاستروكس. ولو انتم مفكرين ان الصدمة الكبرى كانت في انهاء محمد عادل لحياة نيرة اشرف في الشارع تبقوا غلطانين. الصدمة الاكبر كانت في كل الكلام اللي قاله محمد عادل في النيابة اثناء التحقيق معاه. اول سؤال اتسأل لمحمد هو ايه علاقته بنيرة علشان ينهي حياتها بالطريقة دي، وابتدى محمد ان هو يشرح للمحقق بان هو على علاقة بنيرة اشرف من سنة 2020. محمد بيدعي بان ان هو كانت العلاقة ما بينه وما بين نيرة كانت علاقة حب، وان هما الاتنين كانوا مرتبطين ببعض، وده على العكس تماما من اللي بيقوله اسرة نيرة واصدقائها، واللي بيقولوا ان نيرة ابدا عمرها ما دخلت في اي علاقة مع محمد عادل، وان العلاقة دي كانت علاقة في خيال محمد، وزي ما بيقولوا كده علاقة حب من طرف واحد. محمد في اعترافاته قال ان هو كان بيخطط لانهاء حياة نيرة من بداية الامتحانات، لانها زي ما قلت لكم اهلها كانوا منعينها من انها تروح الجامعه علشان ما تحتكش بمحمد ولا تقابله، وفتره الامتحانات هي مجبره انها تروح للجامعه، وبكده يبقى محمد عنده فرصه ان هو ينفذ خطته. ولما تسال محمد عن ان هو لو عنده فكره بالاماكن اللي يقدر يسدد فيها الطعنات وتنهي حياه شخص، ورد محمد على المحقق ان هو بالفعل عارف الاماكن اللي كان بيضرب فيها كويس جدا، وان هو كان متعمد انه ينهي حياة نيرة. ومحمد فضل مستني لحد اخر يوم امتحانات في الجامعة وقرر ان هو ينفذ خطته. ولما سألوه هل انت كنت بتراجع نفسك او بتجاهد شيطانك علشان ما تقومش بالفعل ده، قال لهم ابدا، انا بس كنت عايز الوقت المناسب اللي ارتكب فيه الفعل ده بدون ما حد يمنعني علشان اكون متأكد وواثق من اني انهيت حياتها وان مفيش اي مجال لانقاذها. هو المفروض ان محمد في الوقت ده يكون في مركز الشرطة ندمان وحزين على كل الافعال اللي هو عملها، ولكن محمد بسؤاله قال ان هو مش ندمان على اي شيء هو عمله، وانه لو الزمن رجع بيه مرة تانية هيكرر فعلته بدون ذرة تفكير. أم محمد عادل قالت إن ابنها كان بيعشق نيرة وبيحبها جدا، وإن الاتنين كانوا بالفعل على علاقة ببعض على مدار سنتين، وإن في وقت ما نيرة قررت إنها تنفصل عن محمد وتنهي العلاقة دي. ومحمد في الوقت ده كان بيعتقد إن نيرة هترجع له مرة تانية، وإن هي بس زعلانة منه شوية ولما تبعد عنه هتهدى وترجع له، ولكن نيرة فضلت مصرة على انها مش عايزة ترجع له ومش عايزة يكون لها اي علاقة بيه. ام محمد بتقول ان في الوقت ده محمد حس ان هو تم استغلاله، لانه على مدار السنتين اللي كان فيها على علاقة بنيرة هو كان بيساعدها في دراستها وفي المذكرات، وكان كمان بيذاكر لها بحكم ان هو سابقها سنة في الدراسة، وعلشان كده حس بان هو اتلعب بيه وقرر ان هو ينتقم منها وينهي حياتها. كل الكلام ده كان بيتقال على لسان ام محمد عادل، مفيش اي معلومة ممكن تأكده لان اسرة نيرة اشرف بينفوا تماما كل الرواية دي، ولكن بعض الاقاويل بتقول ان رواية الام بالفعل صحيحة. بعد ما اخدوا كل اقوال محمد كان لازم ان هما ياخدوه لمسرح الجريمة علشان يمثل جريمته مرة تانية علشان يقدروا يطبقوا الاقوال بالافعال. والغريب ان محمد عادل لما وصل لمسرح الجريمة كان داخل في نوبة ضحك، وكان مساهم وبيكلمش، وفضل على الوضع ده لمدة نص ساعة، ولما كان أي حد بيوجه له أي سؤال كان تقريبا ما بيردش عليه.
وأعتقد إن دي كان حالة نفسية داخل فيها محمد، واللي كان من خلالها بيستعيد الذكريات الأحداث البشعة اللي ارتكبها. يمكن في الوقت ده هو أدرك قد إيه هو تسبب في كارثة لنفسه والنيرة. محمد عادل في النهاية تمالك نفسه ومثل الجريمة واللي كانت بالفعل بتتطابق مع أقواله. بعد كده ابتدى يظهر على الساحة بعض الأسامي والمحامين الكبار جدا في مصر، واللي كان على رأسهم المحامي الشهير فريد الديب واللي توفى من فترة قصيرة. فريد الديب قرر ان هو يدافع عن محمد عادل، ووعد كل الناس بان هو هيطلعه من الجريمة وان هو مش هيخليه يتحصل على حكم الاعدام. ولكن تيجي وفاة فريد الديب وتبدد كل احلام اسرة محمد عادل ببراءة محمد، واللي معرفش الحقيقة هما كانوا ازاي بيحلموا له بالبراءة، مش حتى ان هو يتحكم عليه بالسجن المؤبد. فريد الديب كان بيوعد بان هو هيتحصل ليه على البراءة، وكل ده لاعتماده على ان هو يظهر بعض الفيديوهات والصور لنيرة واللي بتؤكد بانها ما كانتش على اخلاق على حد وصفه، وان هي كانت تستحق اللي حصل لها. وانا الحقيقة مش قادرة افهم ازاي اي بني ادم يستحق ان يتم انهاء حياته بالصورة البشعة دي في وسط الشارع قدام كل الناس. حتى لو نيرة اشرف كانت انسانة سيئة وكانت انسانة وحشة، لعبت بمحمد عادل وعدته بالحب وهمته بيه، كل الاحداث دي ابدا ما تبررش ان هو ينهي حياتها، ولا تبرر فعلته، ولا تبرر ان هو كان مخطط لكل ده. لو كانت الاقوال عن محمد عادل بان هو اتلعب بيه وان نيرة وهمته بالحب علشان تستغله في ان هو يذاكر لها ويجيب لها مذكرات، وهو اكتشف ده في وقت ما، يقدر بمنتهى البساطة وبكل شياكة ينسحب من حياتها ويروح ويبدأ حياته من اول وجديد، وينسى تماما ان هو قابل واحدة زيها، وياخد درس وعبرة من الموقف، وما يسمحش ان في اي حد يضحك عليه بالطريقة دي مرة تانية. الموضوع سهل وبسيط وما كانش محتاج منه كل اللي هو عمله ده. ولكني بأكد ان كل الكلام اللي محمد عادل واسرته بيقولوه هو اقوالهم، اما عن اقوال نيرة واسرتها كانوا بينفوا تماما اي علاقة كانت ما بينها وبين محمد، وبيقولوا ان محمد كان بيحبها وهو بس اللي كان متعلق بيها، اما هي فكانت بترفضه وعمرها ما ارتبطت بيه. وفي تاريخ 6 يوليو من سنة 2022 تم النطق بالحكم بالاعدام على محمد عادل وتحويل اوراقه لفضيلة مفتي الديار المصرية. ولكن محامين محمد عادل ما استسلموش وقرروا ان هم يطعنوا في الحكم الصادر ضده، وتم الطعن في الحكم. ولكن في تاريخ 9 فبراير من سنة 2023 تم تأييد حكم الإعدام ورفض الطعن. والنهاردة والموافق 14 يونيو من سنة 2023 وتحديدا الساعة 6 صباحا تم تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل والاتصال بأسرته علشان يستلموا جسده من مشرحة زينهم ويتمموا ليه إجراءات الدفن. بكل تأكيد أسرة محمد عادل في حالة من الانهيار التام على تنفيذ حكم الإعدام في ابنهم، ولكن على الجانب الآخر أسرة نيرة هم كمان مش مبسوطين أبدا بالإعدام اللي تم لمحمد عادل، لأنهم كانوا شايفين إن الإعدام كان لازم يتم على مرأة ومسمع من الكل زي ما الجريمة تمت على مرأة ومسمع من الكل، بمعنى إن هم بيعتقدوا من وجهة نظرهم إن كان من المفروض إن يتم بس إعدام محمد عادل على شاشات التلفزيون علشان يكون عبرة لغيره، وبكده يكون اتحقق العدل لنيرة أشرف. ومفيش قرار تم في حق محمد عادل بإن يتم بس إعدامه على شاشات التلفزيون، ولكن حكم الإعدام بالفعل اتنفذ والعدالة اتحققت لنيرة. اللي حصل لنيرة ومحمد مفيش أي حد يقدر يجزم فيه مين الظالم ومين المظلوم. الأقاويل كانت كتير جدا وكانت كلها متضاربة، ولكن الأكيد إن مفيش أي بني آدم من حقه إن هو ينهي حياة بني آدم بالصورة اللي حصلت من محمد لنيرة. محمد مش بس أنهى حياة نيرة، هو كمان حكم بنفسه على نفسه بالإعدام وأنهى حياته ودمر كل شيء، دمر إخواته وأمه ودمر مستقبله وشبابه، وأخذ معاه شباب نيرة ومستقبلها. اللي حصل ما بين محمد ونيرة هو درس لكل شاب ولكل بنت بأن الاختلاط الزايد بيوصل لنتائج كارثية، وأن كل شخص من المفترض أنه يوضح قدام الشخص التاني أنه هو مش حابب يرتبط بيه، وأنه يكون واضح وصريح في كلامه. ده بالنسبة للبنات. أما بالنسبة للشباب لازم تفهم كويس جدا ان لما بنت ترفضك انت لازم تتراجع، مفيش حاجة بتقول ان انت لازم تفرض نفسك عليها وتعتقد ان هي مع مرور الوقت لما تشوفك متمسك بيها باستماتة ان هي كمان هتحبك وهتحب انها ترتبط بيك.
حد رفضك من بداية محاولتك التقرب ليه، لازم تتراجع عن ان انت تقرب له مرة تانية وتحترم المساحة والمسافة اللي هو فرضها عليك ما بينه وما بينك. برغم من بشاعة اللي عمله محمد عادل، إلا إني بالفعل حزينة عليه وعلى نيرة وعلى اللي حصل لهم هما الاتنين. بكل تأكيد محمد يستحق اللي حصل له، لأن الحب عمى عينيه وخلاه يحول طاقة الحب اللي كانت جواه لنيرة لطاقة انتقام، وإن هو ينهي حياتها بس علشان هي رفضت إنها تكون في علاقة معاه. ولأن تصرفه بإنهاء حياة نيرة تصرف بشع جداً، فهو في النهاية نال اللي يستحقه على فعلته. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم اتنين وجمعة وحكاية جديدة. سلام.